والله الوزارة السياحة بتدعم التوجه ده تماما، لأنه عندنا منتج سياحي مرتبط بيه ارتباط وثيق اللي هو منتج سياحة الإقامة، اللي هو الأجانب بيأتوا إلى مصر ليشتروا وحدات سكنية يقضوا فيهم أجازاتهم السنوية. ميزة هذا المنتج إنه نوع من التصدير، يعني بعملة حرة بتبيع المنتج بالعملة الحرة اللي بتحتاجها مصر. الحاجة التانية إنه السائح اللي بيأخذ أو بيقوم بشراء مثل هذه الوحدات بيمكث في المقصد السياحي المصري مدة أطول من السائح العادي، يعني بيمكث ما يقرب من 3 أسابيع مقابل 10 أيام في حالة السياحة العادية الفندقية. فبالتأكيد في يعني، وكل سائح من ده كتير جدا منه بيدعو أصدقائه للمجيء للمقصد السياحي المصري، وبيرتبط بيه في تكرارية الزيارة لأنه اشترى واحدة موجودة. فإحنا مهتمين بيه جدا، لكن بالتأكيد إحنا محتاجين نشتغل أكتر على الجانب والشق القانوني لأطراف المصلحة في العملية دي، المنمي أو المستثمر العقاري، مشتري الوحدة نفسها، يبقى في عقد استرشادي في الحد الأدنى من الضمانات للأطراف كلها. أعتقد ده البداية للانطلاق، وأعتقد ده يتم إن شاء الله بإذن الله السنة دي.